مدرب الجزائري اصلا هو بدات يتلقى مشاكل في التدريب، هو بدات لان ثاني ولات نظره تاع احتقار من المناصر، ما نتكلمش على مسيري، المناصر يشوف اللي كي تجيب مدرب محلي معناتها الفريق راهو ضعيف. انا مثلا لو كان يعني يكون الكلام تاعي هذا نقصد به الناس، من هو المدرب الان اللي وفق ستيف؟ هو بلال زيري وهو مدرب محلي. انا تكلمت عموما لما انا حبيت نجيب مدرب جزائري في المرحله هذه ما لقيناش في السوق. انا حتى قلت الناس يعطوني اسامي، هوريزمون رب العالمين فطرنا وين تفكرنا بلال الجزائري اللي يرتدي قبعتين لاعب سابق ومدرب، ولكن ما عنديش النيه تاع يعني نهين ولا نقول تكوين تاع اللاعب المدرب الجزائري ضعيف، خاصه المدربين اللي لعبوا كره قدم.